السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بإذن الله بدي أبلش بالدرس الثاني اللي هو قوانين الأسس. عندي قواعد، مجموعة ثلاث قوانين. اليوم بدي أخذ القاعدة الأولى اللي هي بتحتوي ثلاث قوانين من قوانين الأسس. القاعدة الأولى بقول لك إذا كان الأساس متشابه في حالة الضرب تجمع الأسس، زي ما احنا ملاحظين سين قوة ميم ضرب سين قوة نون، سين وسين متشابه، إذا الأساس المتشابه في حالة الضرب بجمع الأسس، فبتصير لنفس الأساس ميم زائد نون، إذا في حالة ضرب الأساس المتشابه بجمع الأسس. خليني أشوف مثال، عندي 2 و2 الأساس متشابه 2 بنزله، في حالة الضرب بجمع الأسس بحكي 4 زائد 3 إذا مساوي 2 أس 7، 2 أس 7 وطبعا بطلع ناتجها، بطلع ناتجها زي ما تعلمنا، بضرب الاثنين بحالها 7 مرات. لكن أنا هلأ بدي أشوف إيش هم القواعد، شو هم القواعد. إذا القاعدة الأولى في حالة الأساس المتشابه في حالة الضرب بجمع الأسس، بجمع الأسس. خلينا نشوف هون نفس الإشي، عندي الأساس متشابه 3 بجمع الأسس، هاي معناها أس 1، 1 زائد 2، 2 زائد 1 ويساوي 3 أس 2، 3 أس 2. إذن قاعدة مهمة جدا، في حالة الأساس المتشابه في حالة الضرب بقوم يامس بجمع الأسس. عندي القاعدة الثانية، في حالة القسمة للأساس المتشابه بطرح الأسس، يعني سين أس ميم تقسيم سين أس نون، إيش بعمل بالأسس؟ بطرحها، عكس الضرب، الضرب بجمع والقسمة بطرح. خلينا نشوف مثال، 2 و2 الأساس متشابه بحطه بحكي 4 ناقص 3 ويساوي 2 أس 1، 4 ناقص 3 ويساوي 2 أس 1. شوف عندي هون الأساس برضو متشابه 2 و2 بنزله كخمسة ناقص 3 ويساوي 2 قوة 2، 5 ناقص 3 يساوي 2. إذن في حالة الأساس المتشابه في حالة الضرب بجمع الأسس، في حالة الأساس المتشابه في حالة القسمة بقوم بطرح الأسس. عندي القاعدة الأخيرة لدرس اليوم اللي هي إذا كانت في عندي أساس له قوتين فوق بعض، قوتين لنفس الأساس، يعني سين الميم وكمان مرفوع على الأس نون، يعني لما يكون الأساس مرفوع للأس مرتين بضرب هدول الأسس. يعني عندي المثال سين قوة 5 قوة 3، بتصير سين قوة 5 ضرب 3 وتساوي سين قوة 15. إذا عندي للأساس قوتين بضربهم في بعض، هون عندي 2 مرفوع للقوتين 2 بحكي 3 ضرب 6 ويساوي 2 مرفوع للقوة 18. عندي 2 6 مرفوعة للقوة 4 مرفوعة للقوة 5 اللي هي بتصير 6 4 ضرب 5 ويساوي 6 مرفوعة للقوة 20. عندي سالب 20 مرفوعة للقوة 2 و3 اللي هي سالب 20 2 ضرب 3 ويساوي سالب 20 للقوة 6. عندي هون 3 مرفوعة للسالب 4 للسالب 2، لاحظوا انه هون عندي سالب 4 ضرب سالب 2، سالب ضرب سالب موجب وساوي 3، 8 4 ضرب 2 8، سالب ضرب سالب موجب. إذا كانوا في أسين سالبين معناته الناتج موجب، ما في داعي أقلب. إذا ثلاث قواعد تعلمناهم لليوم، القاعدة الأولى في حالة ضرب الأساس المتشابه بجمع الأسس، في حالة قسمة الأساس المتشابه بطرح الأسس، في حالة وجود قوتين لنفس الأساس بضرب هدول القوتين. يعطيكم العافية.